السلام عليكم. بالنسبة لهذا الفيديو غادي نشوفو فيه الفرق ما بين الـ past progressive و الـ past simple، أو بمعنى آخر فاش كنخدمو الـ past progressive و الـ past simple بجوجهم، يعني في جملة واحدة، فكيفاش أننا كنحطو هاد يعني لا conjugaison في الجملة، يعني فوقاش مثلا هاد الفعل نعرفوا هاد الفعل خصو يتحط في الباست بروغريسيف وهاد الفعل الاخر في الباست سيمبل، وهما في نفس الجملة، يعني الجملة فيها جوج الافعال. فغادي نشرح لكم هاد الشيء باكزامبلز باش تفهموه احسن. فاول حاجة غادي نهضروا عليها هي we often use the simple and the past progressive together to say that something happened in the middle of something else. شنو المعنى ديال هاد الهضره؟ هي انه كنخدموا simple past و past progressive بجوج، يعني في دقه واحده، to say باش اننا نعبروا او نقولوا باللي واحد الحدث وقع في الوسط ديال حدث واحد اخر. يعني جمله واحده فيها جوج الاحداث، جمله يعني سنتنس واحده فيها جوج الاحداث، دونك الجمله كتبدي بالماجيسكول وكتكمل بالنقطه. هاد الجمله هادي كيكونوا فيها جوج الاحداث، يعني جوج الافعال. فهنا كنخدموا هاد الباست بروغريسيف والباست سيمبل، يعني مادام انه فيها جوج الافعال فواحد الفعل غادي يكون مكونجيغي في الباست بروغريسيف، واحد الفعل واحد اخر غادي يكون مكونجيغي في الباست سيمبل. فاحنا كتلاميذ كيفاش اننا نعرفوا باللي ان الفعل الاول خصو يتكونجيغا في واحد التانس والفعل الثاني خصو يتكونجيغا في واحد التانس واحد اخر؟ دونك كيفاش كنديروا نعرفوا؟ فهنا كنقولوا باللي ان هاد الباست بروغريسيف والباست سيمبل كيتخدموا في جمله واحده باش نبينوا باللي ان واحد الحدث وقع في وسط لواحد الحدث واحد اخر. وهنا باش انكم تفهموا مزيان غادي نحاول انني نشرح لكم هاد الامثله هادو اللي كاينين هنا لتحت. فغادي نقراو المثال الاول، ان توم burnt his hand when he was cooking the dinner. اوكي، غادي نحاول انني نشرح لكم بالعربيه هاد المثال ومن بعد عاد نقول لكم بالنسبه للافعال. سو توم هو واحد راجل او ولد سميتو توم، burnt his hand. burnt هو الفعل to burn، يعني يحرق، يعني حرق اليد ديالو. burnt يعني حرق اليد ديالو، his hand هو اليد ديالو. so Tom burnt his hand، توم حرق اليد ديالو. when عندما، when هذه wh word، when he was cooking the dinner. so when عندما he was cooking the dinner، فاش كان يطبخ العشاء ديالو. اوكي، the dinner يعني كان يطيب العشاء. فهنايا كيف ما كتلاحظوا من بعد ما فهمتوا المثال، عندنا جوج الاحداث. الحدث الاول هو ان كان توم يعني حرق اليد ديالو، دونك غادي نتبعوا يعني الترتيب. so Tom burnt his hand، هذه هو يعني كاين هذا هو الحدث، واحد الحدث من when he was cooking the dinner. فهنا هذا حدث ثاني، كان كيطيب العشاء. فهنا كيف ما غادي تشوفوا بلي ان واحد الفعل الاول هذا burnt راه مكونجيغي في simple past، اما الفعل الثاني فهو was cooking راه مكونجيغي في الباست بروغريسيف. فهنا شنو كنديروا؟ مادام انه عندنا جوج يعني جمله واحده وفيها جوج الاحداث، فكنقولوا دائما الحدث الاول كيكون مكونجيغي، يعني الفعل ديالو كيكون مكونجيغي في الباست بروغريسيف. علاش؟ حيت ان هذيك الحدث اللي كان يندار في هذيك اللحظه راه طويل، حيت حنا كنعرفوا بلي ان الباست بروغريسيف كنستعملوه فاش كيكون عندنا واحد الحدث طويل، يعني حدث طويل في واحد البيريد، يعني في واحد تايم اوف سبيكين. سو هو كان كيطيب العشاء، فاش كان كيطيب العشاء؟ راه
هاد يعني الفكره نتاع انه كان كيطيب العشاء ما غاديش تاخذ له دقيقه او جوج دقائق، يعني راه كتاخد واحد المده طويله باش انه يطيب العشاء. اوكي سو في الوسط ديال هذاك الطياب ديال العشاء اللي كان كيطيبه حرق اليد ديالو. اوكي سو الحدث الثاني كنديروه في الباست سيمبل. دونك هذه هي القاعده، الحدث الاول دائما كيكون طويل، بما انه كيكون طويل سو كنديروه في الباست بروغريسيف، حيت الباست بروغريسيف كنعرفو بلي انه كيكون يعني معروف بالاستمراريه، يعني هذاك الفعل كيكون مستمر. سو ووز كوكين راه كان كيطيب في واحد لا بيريود معينه، واحد المده طويله. سو الحدث الثاني كيكون في الباست سيمبل، حيت هذاك البيرنت هو ما كانش هو حرق يده في واحد اللحظه معينه وصافي، ما هذيك الوقيته اللي حرق فيها اليد ديالو ماشي طويله بزاف، يعني هو حرق ديالو في واحد حرق لي سوري حرق اليد ديالو في واحد يعني التايم غير قصير. اوكي سو غادي ندوزو للمثال الثاني. I saw you in the park yesterday. You were sitting on the grass and reading a book. فدائما غادي نحاول نشرح لكم المثال. I saw you in the park yesterday. اوكي هنا كنقول بلي انا شفتك في البارك البارح. سو عندنا الفعل الاول اللي هو saw، هو الفعل to see. To see. I saw you in the park yesterday. أنا البارح شفتك في البارك. Okay. You were sitting on the grass and reading a book. كنت جالس. You were sitting on the grass and reading a book. So هنا عندنا. You were sitting. Okay. You were sitting. هنا فعل اللي هو to sit. مكونجيغي في الباست بروغريسيف. Okay, so you were sitting on the grass. كنت جالس على يعني العشب. Okay, and reading a book. And reading a book. هنا تابعة هاد reading a book تابعة لهاد الفعل هذا. يعني هنا جملة فيها جوج الأفعال. Okay, so. دونك أنا شفتك البارح في البارك. كنت جالس وكتقرأ في واحد الكتاب. So. هنايا شنو هو الحدث الاول اللي وقع لهذا السيد؟ هذا هو انه في الاول كان جالس. اوكي ومن بعد انا جيت وشفتك البارح. اوكي كنت جالس وانا جيت شفتك. دونك الحدث الاول هو انك كنت جالس. دونك مادام انه الحدث الاول غادي يكون ضروري يكون طويل، حيت باش انك تكون جالس غتكون جالس واحد المده طويله. اوكي سورتو جالس مثلا في البارك غادي تجلس في واحد يعني واحد المده طويله، سواء يعني نص ساعه او جوج سوايع او خمسه سوايع، المهم واحد المده طويله. دونك هنا وير سيتين غادي نديروها في الباست بروغريسيف. اما الحدث الثاني اللي هو انا جيت وشفتك، راه من شفتك شفتك غير في واحد اللقطه، ماشي كنت نشوف فيك. اوكي ده هو الفرق، ماشي كنقولوا شفتك ما كنقولش كنت كنشوف فيك، حيت الا كنت كنشوف فيك راه غادي نبقى غير نشوف هكا، ما غادي ندير حتى شي حاجه واحده اخرى، ولكن انا غير شفتك ومشيت. اوكي سو الحدث الاول هنا وير سيتين هو كيكون في الباست بروغريسيف، اما الحدث الثاني كيكون في الباست سيمبل. بالنسبه للمثال الاخير، when I was working in the garden I hurt my back. اوكي انا راه المثال مقسم. So when I was working in the garden I hurt my back. عندما كنت اشتغل في يعني في الجاردن في الجرده. اوكي okay. I hurt my back. انا يعني وجعت الظهر ديالي او وجعني الظهر ديالي. اوكي okay. سو so, هنا بالنسبه للحدث الاول، دونك هنا عندنا جوج الافعال، اول حاجه was working وعندنا hurt. فهنا الحدث الاول غادي يكون هو انني كنت كنخدم في الجرده. حنا كنتبعوا المنطق. اوكي سو ما يمكنش انك تقول لي وجعت ظهري
وعاد مشيت خدمت في الجردة، لا راه كنت كنخدم في الجردة عاد وجعني الظهر ديالي. سو الحدث الاول هو was working، يعني كنت فاش كنت كنخدم في الجردة was working I hurt my back، يعني وجعني الظهر ديالي. Okay, but we use the simple past to say that one thing. Sorry. So هنايا يعني الفكرة نظن راح واضحة. دونك دائما فاش كنخدمو ال past progressive و simple past في جملة واحدة، يعني كتكون عندنا غير جملة واحدة وكيكونوا فيها جوج الأحداث، يعني جوج الأفعال، فدائما الحدث الأول اللي كيكون هو كيكون كونجيكي في الباست بروغريسيف. أما الحدث الثاني اللي جا وقطعنا الحدث الأول فكنديره في الباست سيمبل. أوكي، دائما خدوا هاد القاعدة كيف ما هكا، حدث طويل كيجي في وسطه واحد الحدث قصير كيقطع لنا الحدث الأول اللي هو طويل. أوكي، بالنسبة كاين واحد يعني فكرة واحدة أخرى، هي أنه كنخدمو ال past simple، يعني كيكون عندنا جوج الأحداث وكنخدمو يعني جوج بدوك جوج أفعال اللي كيكونوا عندنا بجوجهم كنحطوهم في simple past. okay. هنا عندنا but we use the simple past to say that one thing happened after another. هنا المفهوم ديال هاد الجملة هادي هي أنه كيكون عندنا جوج الأحداث وكيكون الحدث الأول كيجي من مور الحدث الثاني. بحال هنايا فشرحت لكم كيكون عندنا جوج الأحداث، أوكي جوج الأحداث، واحد كيقطع الآخر، كيكون حدث طويل بزاف، كيجي حدث الزواج كيقطع الحدث الأول. ولكن هنا لا، كيكون عندنا جوج الاحداث متفارقين، واحد كيوقع من مور الاخر. فهنا غادي نحاول نشرح لكم بمثال. I was walking along the road when I saw Dave, so I stopped and we had a chat. المفهوم ديال هاد الجمله هي انه I was walking along the road when I saw Dave. لاحظوا باللي انه خدوا غير هاد يعني الجمله الاولى when I was walking along the road، انا كنت كنتمشى في الطريق. اوكي when I saw Dave هو اسم تاع واحد الشخص. سو عندما شفت ديف، دونك هنا الجمله الاولى كتعبر لنا على جوج الاحداث. الحدث الاول طويل اللي هو انه كنت كنتمشى، فاش كنت كنتمشى في الطريق انا شفت ديف. سو الحدث الاول هي انني كنت كنتمشى، والحدث الثاني اللي قطع لي التمشيه هي انه شفت ديف. اوكي ندوزو للتكمله نتاع المثال. سو اي ستوبت اند وي هاد ا تشات. لهذا سو اي ستوبت، انا توقفت يعني عند على التمشيه، اند وي هاد ا تشات يعني وهضرنا، بقينا كنهضروا. اوكي هضرنا، سوري ماشي بقينا كنهضروا. اوكي سو اي ستوبت اند وي هاد ا تشات. هنا كيف ما كتلاحظوا عندنا دابا نساو هاد المثال الاول، كنخدموا دابا غير على هاد المثال الثاني. اي ستوبت هالفعل الاول اند وي هاد ا تشات، الفعل الثاني هو هاد. سو كيف ما كتلاحظوا بلي ان ستوب وهاد بجوجهم راهم كونجيكين في الباست سيمبل. هنا علاش بجوجهم خدمناهم في الباست سيمبل وما خدمناش واحد في الباست بروغريسيف واحد في الباست سيمبل؟ لانه عندنا هاد جوج الاحداث نتا انني توقفت وشخنا راه ما يعني ما مفروقينش، يعني ماشي فعل واحد او حدث واحد راه جا وفرق لي الحدث الثاني. سو انا وقفت ومن بعد شخنا. سو هنا جوج الاحداث، واحد جاي من مور واحد، راه وقفت عاد بدينا نشيخو. اوكي ماشي كنا واقفين وشخنا. اوكي سو هنا عندنا جوج الامثله واحد اخرين. when an arrived sorry نسيت في when an arrived، يعني من ان جات
We were having dinner. Okay? When Anne arrived, we were having dinner. إلا تمعنتو مزيان في هذا المثال هذا فغادي تلقاو بلي أن حدث واحد فرق أو جاء في وسط الحدث الثاني. When Anne arrived, عندما جاءت أن, we were having dinner. كنا كنتعشاو. هنا عندنا الباست بروغريسيف were having dinner. كنا كنتعشاو. So كنا كنتعشاو ومن بعد جات أن. So الحدث الأول هو أننا كنا كنتعشاو في واحد المدة طويلة. من بعد جات أن هرستنا العشاء. أوكي هرستنا الحدث نتا أننا كنا كنتعشاو. أوكي سو هنا جوج الأحداث, واحد يعني كان طويل والثاني جا هرسنا الحدث الأول. We had already started dinner before Anne arrived. يعني هنا كنا ديجا بدينا نتعشاو عاد جات أن. أوكي بالنسبة للمثال الثاني, When Anne arrived we had dinner. هنا أنني تعمدت أنني ندير لكم هاد جوج الأمثلة بنفس ال بنفس ال يعني للسبجكت والفيربس باش تعرفوا أو تحاولوا تفرقوا ما بين يعني الفكرة الأولى والفكرة الثانية. فهنا when Anne arrived, من جات أن, we had dinner. يعني الحدث الأول اللي وقع هو أنه أن جات, أن arrived. أما الحدث الثاني فهو we had dinner. وهاد جوج أفعال أو هاد جوج أحداث راهم مفرقين, يعني واحد جاء من عمر واحد. هنا كنقولوا من جات أن وعاد تعشينا. أوكي يعني أن تعشت معانا. من جات أن عاد تعشينا. أما هنايا فكنا كنتعشاو عاد جات أن. أوكي سو نتمنى هاد يعني الشرح يكون واضح بالنسبة للفرق ما بين الباست بروغريسيف والباست سيمبل, يعني فوقاش كنخدموهم. فغادي نعاود أنني ندير لكم يعني خلاصة. فبالنسبة فاش كتكون عندنا جملة واحدة كيكونوا فيها جوج الأفعال فضروري غادي يكونوا فيها جوج الأحداث. بالنسبة يعني المسألة الأولى هي أنه فاش كيكونوا جوج الأحداث فكين بالنسبة يعني الأول كتكون الفعل أو الحدث الأول كيكون طويل كيجي الحدث الثاني كيهرسه. ففي هذه الحالة هذه الحدث الأول كنديره في الباست بروغريسيف والحدث الثاني كنديره في السيمبل باست. أما يعني الفكرة الثانية فهو كيكون عندنا جوج الأحداث كذلك, يعني جملة فيها جوج الأحداث. فهنا الحدث الأول كيجي من مور الحدث الثاني بحال هذا المثال هذا when Anne arrived we had dinner. يعني من جات أن عاد تعشينا. أوكي سو نتمنى هادشي يكون مفهوم إن شاء الله.